يعني انتو شفتوني بهي اللبسة فيديو جولي شيك، ما بعرف بعرف انه لانه عم صور الفيديوين في نفس اليوم. او ماي جاد، فلايك يعني. فيلي ما شاف فيديو جولي شيك رح لخلي لكم الرابط بصندوق الوصف، وهذا فيديو مختلف تماما عن هذاك الفيديو لانه هذا الفيديو شوية خاص. قبل كل شيء حبايب قلبي هلا فيكم، ان شاء الله تكونون بخير. لا تنسوا تشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، تحطوا لايكات لهذا الفيديو، وقولوا لي كيف 2019 معاكم، اكتبوا لي بخانتي التعليقات كيف 2019 معاكم. وكمان لا تنسوا تتابعوني في الانستغرام كرمال تشوفوا صوري بالفساتين. خلونا نبلش اليوم الفيديو تعاوني مع شركه بيبي اونلاين دريس. بيبي اونلاين دريس شركه او موقع بيبيع فساتين فخمة يا جماعة. بعثوا لي ايميل وقالوا لي انه راح نعمل سبونسر لحفلة خطوبتك يلي راح تكون بهالاشهر الجاية ان شاء الله، وكمان قالوا لي انه فيكي تختاري فساتين خطوبتك من موقعنا. فا اي واز لايك اوكي يلا خلونا نجرب، رغم انه انا كان في بالي انه احط يعني في خطوبتي وهالشيء كل شيء طابع مغربي قفطان مغربي، بس ليش لا، خلونا نجرب الفساتين كمان، ليش لا ليش لا. فيا اخذت من عند الفستانين للخطوبه، كثير حلوين كثير راقين، اوريدي جربتهم وراح ورجيكم اياهم هلا وراح تشوفوهم كثير فخمين. وكمان اخذت فستان لاختي امل، واخذت فستان عادي لماما يعني للطلعات وهيك. هاي جايز، او ماي جاد، اي لوك سوبر كيوت. عم صور لكم فيديو هلا تبع او ماي جاد، ما راح احكي لكم تبع شو، بس ام سوبر اكسايتد. الفستان الاول اللي وصلني من عندهم، على فكره هالفساتين يعني ما بتجعد، يعني ما بتحتاج كوي، ما بتحتاج كوي لانه ما بتتجعد، وهالشيء عجبني كثير 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 عجبني عن جد والله. الموقع تبعهم بصندوق الوصف، وكمان كل شيء يعني الروابط تبع الفساتين وكل شيء موجودين بصندوق الوصف اللي حابب يشوفهم اكثر واكثر. هذا هو الفستان، بيجي زي هيك زي ما بتشوفوا، فخامة، التطريزات، كل شيء حلو فيه، وهالبيرز، وعلى فكرة هالبيرز ما بيروحوا لأنهم متبتين من تحت، يعني حتى لو أخذتوا على التصبينة أو أي شغلة أو عملتوا هيك ما بيروحوا لأنهم متبتين مع الدريس، فبيجي زي هيك، في تحته هيك بيجي هاد مثل هيك، يعني بتعرفوا هذا وكمان هاد مشان يغطي لكم هون، بس اكيد انا محجبه فراح البسه مع بادي، اخذت له بادي بهذا اللون عشان اورجيكم اياه كمان. المهم بادي عادي مشان البسه معه لانه انا محجبه، بس بالنسبه للناس اللي ما لهم محجبات فعادي يعني بتلبسوا مثل هيك، يعني بس ببين هون ما ببين كثير. وبيجي زي هيك فيه هاي وهات الشغلات من هون، وطويل شفت شلون ما بيتجعد، فهالشيء انا حبيته فيهم وطويل ونايس. خليكن هلا تشوفوا. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. الفستان يلي بعده اللي هو الأزرق، هذا هو صراحة حبيته أكثر من هذا، ما بعرف أنتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو الفستان اللي حبيته أكثر، أنا حبيت هذا أكثر من هذاك، don't know why، بحكي لكم why، لا صراحة بعرف ليش أنا حبيت هذا أكثر. هذا بيجي مثل هيك، شفت شلون؟ كمان هذا ما فيه بيرلز بس حبيته أنا أكثر من الثاني، الورا مثل هيك، بيجي زي هيك، أخذت له كمان هذا البادي كرمال ألبسه معه. فبيجي زي هيك وفيه هذا هون، بس الشغلة اللي مختلفة انه هو فستان اميرات، يعني بتعرفوا فساتين الاميرات انه بيجي هيك يعني منفوخ، فلهيك انا حبيته اكتر، بيجي كتير كتير منفوخ وكتير حلو، فعن جد حبيته كتير رائع كتير نايس، ليكو طويل واسع. وكمان هون بتلاقوا من شو هو مصنوع من كل شيء، ومكتوبة كمان بيبي دريس اون لاين. هلا رح اخليكم تشوفوا الفيديو ونمر للشغلات اللي بعدها. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should
fall, just go ahead, go and catch me, baby. أجيكم العارضة هون هلأ. أخذت هذا الفستان لماما، هذا فستان أسود عادي، ماما بتحب تلبسوه هيك يعني إما مناسبة خفيفة أو طلعة، يعني فستان عادي بتعرفوا. كمان في عنده الفساتين عادية بس منو كتار يعني في الموقع قليلين، وحبيت فيه الكواليتي. الكواليتي تبعهم يا جماعة ما فيني أحكي عنها لأنه عن جد خارقة، عجبتني كثير الكواليتي تبعهم يعني ما شاء الله. فأي بنت حابة تتزوج، عندها خطوبة، عندها اي شيء، رايحة على سهرة، على ايفنت، انا بنصحكم بالفساتين من عندهم عن جد لانه راقية راقية راقية. فيا هاد تبع ماما، واخذت لأمول كمان، اخذت لهذا الفستان. ليكم ليكم شلون حلو. امل رح تعمل لكم فيديو بهذا الفستان، فرح تلاقوا قناة امل بالاسفل، روحوا اشتركوا فيها كرمال اذا نزل الفيديو تشوفوا. ليكم الفستان شلون حلو، كيوت، حبيته بالاحمر صراحه. اخترته لإلها بدون لا تعرف، كانت بالمدرسه وقت اخترته انا عذوكي وعجبها الحمد لله. وبيجي شوي قصير يعني ما بيجي طويل، رح اخلي لكم صوره العارضه هون. بس كثير حبيته هذا، رح يطلع على امول كثير حلو. فيا حبايب قلبي، هاد كان فيديو اليوم. لا تنسوا تشتركوا في القناة، تنضموا لعائلتنا حبايب شيماء، تحطوا لايكات للفيديو، تابعوني على انستغرام كرمال تشوفوا صوري بالفساتين. تابعوني في انستغرامي هلا، روحوا تابعوني لانه رح تنزل الصور هلا على انستغرامي. بحبكم كثير كثير، خليت لكم براحة، بسلامة. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead, go and catch me, baby.